فرحت ليال ليال سنترال بالكور بالوجداد حاليا كان تما المكتب يعني مكتب صغير تما كان. فلحقت مع واحد صاحبي طبيب قصرنا مع الشيخ قال لي يا ودي هم جايين الانتخابات تاع النواب هو عنده حنكة ومن بعد أصبحنا أصدقاء يعني أصدقاء بدون ما نكون في التيار يعني بدون ما تنتمي أو تتحزب أو أتحزب أو أنخرط كنت معجبا بالشخص معجب بخطابه يعني وطريقته ولينا هو ينكت كثير ولينا نضحك كان عنده شخصية كاريزما كان عنده كاريزما ونصلي وكيف كيف بعض الأحيان ومنا وجاني المكتب ويعني والتواضع يعني قمة كان يجيني المكتب يعني فجات قال لي أنا نعرف بلي ما تحبش تدخل هل تقبل تقود فريق حماس باش احنا نرفعوا على المستوى تاع الحزب انت بدون الصبغه هذه وبدون الانخراط كمستقل يعني كمستقل وتكون راس القائمه قلت له ممكن هذه نقبلها ولكن اذا تذكر انا ذاك حبسوا المسار الانتخابي وقفوه ما داروش الانتخابات ما قاموش بالانتخابات توقيف المسار الانتخابي معروف ما جاش ما جازوش الانتخابات يعني وقع مشكل في جوان اجلوها الى ديسمبر صح. فانا اتصلت بالشيخ نحن كتابيا حشمت منه لانه اصبح صديق فقلت له شيخ لا يمكن لي ان ادخل رأس القائمة ودار إنسان واحد آخر انسحبت ما اتصل بيا قال لي ما كان حتى مشكل بقات العلاقات ودية بقات العلاقات زادت تعمقت أكثر